دكتور، هذا الحديث اللي تحدث به جميل جدا عن بلدان عريقة، عن فلسطين، عن الأردن، عن مصر، هذه الحضارات القديمة. إذا تحدثنا عن حضارة بلدي، ممكن أقول 6500 عام، هي الحضارة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية، اللي هذه الحضارات الكبيرة امتدت عبر التاريخ، كانت ذي قار مهبط للأنبياء من زقورة أورا التي درجت ضمن لائحة التراث العالمي منذ قديم الزمان، وبيت النبي إبراهيم. حتى البابا فرانسيس في زيارة العراق زار أور، كانت هي استقطاب للبابا فرانسيس في العراق. وانت حضرتك ذكرت رقم لفرنسا بمدخولاتها من خلال السياحة، ونحن بلدان غنية بالآثار ولا نمتلك ربع هذا القيمة. يعني اللي إذا سمحت لي أحمد، وإذا سمح لي الدكتور، يعني نحن نمتلك متاحف مفتوحة، صح؟ لا نحتاج إلى جمع الأحجار ولا نحتاج إلى جمع التاريخ ووضعها في غرفة من أربع جدران، نحن لدينا المتاحف الكبيرة. طبعا يعني أنا طبعا هو أثر حديث عظيم جدا أستاذ أحمد، وحديث ذو شجون، ولكن أنا لسه كنت هبتدي أتكلم عن مصر طالما ذكرنا آلاف السنين. إحنا لما نتكلم عن مصر بنتكلم، تكلمنا على الأديان، في مقام يعني مقام سيدنا إبراهيم ومدفن سيدنا إبراهيم، وفي المدفن بتاع سيدنا موسى، وفي بيت سيدنا إبراهيم، عندنا الله سبحانه وتعالى تجلى رب جميع الأديان. وده من المشاريع التي أطلق فخامة الرئيس السيسي، والمشروع الأساسي دلوقتي في مصر مشروع التجلي الأعظم بتوجيه رئاسي. ده غير طبعا التاريخ والحضارات طبعاً. حضرتك قلت إن في حضارات آلاف السنين، فعشان كده إحنا مجموعة لازم نقول التسويق. أين التسويق؟ التسويق الذي تنادي به لكي نصبح دول سياحية. يبقى إحنا عشان نسوق ونشتغل صح لازم نعمل مجموعة، نعمل يعني حاجة زي ما نقول اتحاد فيدرالي سياحي بين هذه الدول. لازم تهتم بيه جامعة الدول العربية، في لجنة سياحة في جامعة الدول العربية، فإحنا بنناشد أحمد أبو الغيث أمين جامعة الدول العربية أن ننشط هذه اللجنة، بحيث إن هو إحنا عايزين يا أحمد بيه نبتديها على جزئيتين، جزء داخلي لينا وجزء خارجي للعالم. العالم لما بيشوفنا احنا نشتغل الاول وشوفنا احنا اتشجعنا ان احنا نعمل المنتج السياحي بتاعنا، وفتحنا مش عايز اقول فتحنا الحدود عشان بعض المشاكل او في بعض الاجراءات، ولكن نقول ان لازم يبقى في ترحيب بالمواطن السياحي او المواطن العربي في السياحة البينية بين الدول العربية. زي ما الاجنبي ياخد الفيزا بسهولة والتأشيرة بسهولة، لازم يتنقل بسهولة بين دولنا، ونقدر ان احنا ننسق. الشعب العراقي يعني محب جدا لمصر، وبيجي مصر طبعا، وبيحب الاردن وبيحب فلسطين، كلنا جزء واحد، كلنا جزء واحد، وكلنا كيان واحد، وكلنا نجتمع على انبياء كلهم الى سيدنا ابراهيم ينتمون. فعشان كده الاثار عندنا زي ما هي قالت احنا متحف مفتوح. ده احنا عندنا يمكن العالم ما عندوش الاثار اللي موجوده عندنا. صح. يا استاذه والله العظيم ما في حاجه جميله زي يعني مثلا يعني عندكم يعني طريق الالام، عندكم كنيسه القيامه، عندكم في فلسطين كنيسه المهد، عندكم حاجات مش موجوده في الكون كله. الصخره التي نراها من خلفك الان يعني طبعا قبه الصخره.